روح للسيد محمود توفيق وزير الداخلية وتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين وأيضا المتميزين من رجال الشرطة في مختلف المواقع الشرطية تقديرا لهم وتحقيق وتقديرا لجهودهم في مجال العمل الأمني. وقام وزير الداخلية السيد محمود توفيق بتكريم أسماء عدد من أسماء الشهداء والمصابين متميزين وتسليمهم الأنواط اللي صدق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد الشرطة، واللي تم أيضا منح هذه الأنواط تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وأقيمت هذه الاحتفالية وبحضور السيد وزير الداخلية. أشاد وزير الداخلية كان ليه كلمة أيضا بجهود وزارة رجال وزارة الداخلية وما يقدموه من تضحيات وما حققته أجهزة الأمنية في الفترة الماضية من نجاحات، وطبعا ده أمر مشهود وأمر له يعني أي حد بيقدر يشوف الحكاية ما بين النهاردة في 24 وما بين مصر كانت في 2014 و 2011 و 2000 حتى و 17 و 2019 كانت ايه الوضع طبعا مختلف، والحمد لله بنتكلم على امن واستقرار. وجه السيد محمود توفيق وزير الداخلية التحية والتقدير لارواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه وسلامته. جدد وزير الداخلية التأكيد على التفاني والجهود وبذل المزيد من الجهود. تم تكريم أسر الشهداء والمصابين ومجموعة من النماذج المتميزة من رجال الشرطة. وزير الداخلية كمان اتكلم على التكريم وقال انه ده منهج، وهو بالفعل بالمناسبة ده منهج لوزارة الداخلية مش حاليا، لا منهج بتقوم به وزارة الداخلية سنوات وسنوات وسنوات فعلا، سواء لتكريم أسماء الشهداء وتكريم أيضا المتميزين من رجال وزارة الداخلية سواء ضباط أو أفراد المتميزين. وده زي ما قال سيد محمود توفيق أنه ده حافز للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات. وطبعا المكرمين عربوا عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللسيد محمود توفيق وزير الداخلية أيضا على هذا التكريم. نتابع ثم أعود لحضراتكم. من حسام الاستحقاق من الطبقة الثانية اسم الشهيد. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديرا لما قدموه من تضحيات لينعم الوطن بالأمن والاستقرار. المتميزون من أعضاء هيئة الشرطة. الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية بهذه المناسبة شهد تكريم المتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديرا لجهودهم في مختلف مواقع العمل الشرطي لتحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، فهم نماذج متميزة ويعد تكريمهم تكريما لكل رجال الشرطة الذين يسعون نحو التميز في الأداء الأمني. وخلال الاحتفال أشاد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود لتحقيق رسالة الأمن وبالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات العمل الأمني. كما وجه الوزير التحية والتقدير لأرواح الشهداء وللمصابين من رجال الشرطة لما قدموه من تضحيات ليحيا الوطن في عزة واستقرار، حيث ستظل هذه التضحيات محل فخر واعتزاز الجميع. وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية، فهو حافز للجميع لتطوير الأداء والارتقاء بالمهارات للنهوض بمستوى الأداء الأمني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.